كهربا بقى، كهربا نفسه ظالم ولا مظلوم في النادي الاهلي؟ كهربا في بعض الاوقات كان ظالم لنفسه، وبالتالي الانطباع اتاخد في البدايات عنه اللي هو بيظلم نفسه او مش ملتزم بالتوضيح، يعني كلمه ظالم دي توضيحها، مش مركز لما بينزل او بيشارك، ما بقاش على قد المسؤوليه او بالقدر الكافي المقنع للمدير الفني. لكن بعد كده بقى مظلوم في وقت اللي هو كان ملتزم فيه. وخلي بالك برضو يا كريم، انت المدير الفني او المدربين الاجانب يعني بالذات، لما بياخدوا موقف من لعيب بيفضل يعني ما بينسوش بسهوله، دي مشكله كبيره جدا. فبالتالي كهربا الازمات اللي عملها والعقوبات اللي وقعت عليه والكلام ده كله والغرامات شالت في نفس المدير الفني، او شالت في الناحيه من ناحيه موسيماني مبدئيا داخليا يعني. بعد كده اخر حاجه بقى اللي هو بيطلع اسرار الفرقه والكلام ده كله، فحتى لو ده مش حقيقه خلاص هو الراجل خد انطباع عنك ان انت بتاع مشاكل وبتاع ازمات، وبالتالي عنده بدل الواحد اتنين وتلاته واربعه. في الفتره الاخيره بقى اشتغل والتزم، هنا بقى مظلوم، بس هي البدايه هو كان ظالم صحيح لنفسه، صحيح، لانه هو لعيب كويس ولعيب مميز ولعيب مؤثر جدا سواء في النادي الاهلي او كان مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، لكن شايف اللي هو بيبعد نفسه، هو اللي بيبعد نفسه. صحيح. يعني مهما كان انت لازم تبقى ملتزم ولازم تبقى مش بتاع مشاكل وزي بقيه زمايلك زي ما احنا شايفينهم، لكن هو انا شايف اللي هو ظالم لنفسه في البدايه. صحيح.